رودريجو رامون مقطوعة لنادي الكويت، حلوة جراح، حلو ناصر القحطاني، يحاول ناصر القحطاني ومن أمامه ليد علي اسماعيل، برافو اسماعيل العجمي، يلا خذها صح اسماعيل، اسماعيل اسماعيل يمر اول، يمر من الثاني، يمر من الثاني، يمر من الثاني، لعبها في الجول، بيلعبها في الجول، جول اسماعيل العجمي، اسماعيل العجمي بيسجل هدف رائع وبمجهود فردي، بمجهود فردي رائع. الله 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 على الكرة العمانية والحلوة العمانية من اسماعيل العجمي داخل المرمى، الهدف يأتي لنادي الكويت اللي يسجل هدفه، وبرافو اسماعيل، برافو اسماعيل العجمي، شايفينه يستاهل البوسة، يستاهل بوسو عني انا ما اشوفه والله ما اوصله الحين، اوه بوسة يستاهل وحطك على الراس اسماعيل العجمي، اسماعيل العجمي بيسجل هدف حلو لنادي الكويت. شوف 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 شوف، مر من الاول ومر من الثاني واخذ وضعه وحطها بالزاوية الصعبة، وصعبة اصبحت على جنوب الصين، الهم من هونغ كونغ، وتبدع وتألق فيها اسماعيل العجمي، واخيرا يقول هذا الجول يا حامد كميل اللي تتمناه وانت تتمناه الجماهير الكويتية. شكرا لك يا اسماعيل، شكرا لك يا اسماعيل، في هدف شوية ري